ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد حي الولفة بالدار البيضاء جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة مسنة على يد حفيدها الشاب الذي كان في حالة هيجان مطلق. مصادر محلية قالت أن المجرم معروف بتعاطيه للمخدرات بشتى أنواعها وخاصة القرقوبي، حيث حاصر جدته المسكينة داخل إحدى غرف المنزل لإرغامها على منحه مبلغا ماليا يشتري به البلية، وأمام رفضها لكونها لا تملك أي درهم شرع في توجيه اللكمات والركلات لجسدها المتراخي إلى أن فارقت الحياة بين يديه. هذا وقد تمكنت المصالح الأمنية من اعتقال المجرم قبل أن يصفي باقي أفراد أسرته الذين غادروا المنزل خوفا من بطشه. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.